وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هيكون كيك الشوكولاته والتوت الاحمر، وتاني حاجه هنعملها هتكون كيكه الكوسه. دلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الشوكولاته والتوت الاحمر، ونبتدي بمقادير الكيك. هيكون مقاديره 8 بياض بيض، 1 كوب سكر، 8 صفار بيض، ربع كوب كاكاو، وكوب ونص دقيق. نص الشوكولاته هيكون مقاديره نص كوب سكر، ربع كوب ميه، 4 صفار بيض، 1 بيضه كامله، 220 جرام شوكولاتة، و2 كوب كريمة. جليز التوت هيكون عبارة عن 200 جرام بيوريه التوت الأحمر، و400 جرام مربى التوت الأحمر، ويفضل تكون مربى بدون بذر، وهيكون كمان معنا معلقتين جيلاتين. هنبتدي بأننا هنحط بياض البيض ونبتدي نضربه لحد ما يبقى هش، وبعد كده هنبتدي نزود السكر شوية شوية. دلوقتي زي ما احنا شايفين بياض البيض عندنا بقى عامل زي المرنج. نقدر دلوقتي نحط عليه صفار البيض ونخلطه معاه. وهيفضل المرنج بتاعنا زي ما هو هش وكل حاجة، والصفار هيتخلط معاه، بس نضرب بالراحة شوية. زي ما احنا شايفين كده بقى عندنا مرانج بس بياض صفار البيض مخلوط معاه بالشكل ده. احنا شايفين مرانج بس اصفر. اوكي، دلوقتي هنخلط معاه المقدارين الفاضلين اللي هو الدقيق، والكاكاو، وهنقلبهم بالسباتشولا. ده بيدينا كيكة طرية خالص، و هي زي بتبقى زي سبونج كيك بس بتبقى طرية جدا. وبتحتفظ بكونها يعني مويست، بتفضل طرية ما بتنشفش في الفرن، بتطلع جميلة. إن شاء الله تعجبكم. زي ما احنا شايفين كده خلطنا الدقيق والكاكاو مع الكيك بتاعتنا، ودلوقتي نجيب القالب طبعاً هنحطها في قالب عادي. محتاجين نعمله بالزبدة ودقيق،
نفرد الكيك. على قد القالب وندخلها الفرن على 160 وهتقعد حوالي 20 دقيقة بالكتير 25 دقيقة وتبقى جاهزة، وبعد كده نعمل الموس اللي هنحطه فوق الكيك. دلوقتي هنجيب المية والسكر وهنطبخ المية والسكر لحد درجة حرارة 118 وهنحط البيض في العجينة. علشان لما السكر يوصل لدرجة الحرارة المظبوطة نحطه عليه ونفضل نضربه لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده نضيف عليه الشوكولاتة والكريمة المخفوقة. احنا ممكن نقيس درجة الحرارة بميزان الحرارة، وممكن نعرف شكلها طبعا بالممارسة وبالتمرين، ممكن نعرف شكلها بشكل الفقاعات اللي بتطلع، وممكن بالطريقة ان احنا نحط ايدنا في مية فيها تلج وناخد حتة صغيرة من المية اللي بسكر دي، ولو عملت زي الكرة لينة يبقى هي خلاص بقت زي الكرة لينة، لكن ممكن نعرف عن شكل من شكل الفقاعات، لأن الفقاعات بتصغر كل ما درجة الحرارة بترتفع كل ما الفقاعات بتصغر. هبتدي اشغل العجانة لان دي كمية صغيرة فهتوصل لدرجة الحرارة بسرعة. وبكده البيض بقى جاهز ان هو يتخلط بالشوكولاتة. وعشان الموس يجهز يبقى فاضل ان احنا نحط عليه الكريمة.
الأول هاخد شوية كريمة أزودهم على الموس، وبعدين أزود الباقي. وعلى طول قبل الموس ما يمسك نفسه أجيب الكيك الجاهز وأحط الموس. فوق الكيك وأسويه ونشيل الزيادات. وبعد كده ندخله الثلاجة علشان يمسك نفسه خالص قبل ما نعمل الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة جليز التوت الأحمر، وأشيل دي ونبتدي نعمل طبقة جليز التوت الأحمر. هنحط التوت الأحمر وكمان هحط جزء من المربى، أنا مش هحطها كلها عشان القالب اللي أنا عاملة فيه الكيك مش كبير قوي فمش هحتاج استعمل كل ده. وهحط شوية مية على الجيلاتين لازم أغلي التوت الأحمر لأن الجيلاتين مش هيشتغل لو ما غليتش التوت الأحمر عشان الإنزيمات اللي فيه، وإلا كان ممكن أسخن الجيلاتين في الميكرويف مثلا وأحطه على التوت الأحمر على طول، بس مش هيشتغل، مش هيخليه يمسك. أقلبهم على النار لحد ما يغلوا. لما بنغلي الفاكهة اللي فيها الإنزيمات دي وهي غالبا فاكهة الموالح وبعض الفاكهة التانية، في فواكه تانية فيها نفس الحاجات دي زي الأناناس وفواكه أخرى زي مثلا التوت الأحمر وهكذا،
لما بنغليهم الانزيمات دي بتموت، فالجيلاتين بيقدر يخليهم يمسكوا او الجيلاتين بيشتغل. اوكي هو كده بيغلي. دلوقتي انا اقدر اشيلها واحط الجيلاتين. هنبردها في شوية مية بتلك عشان نقدر نحطها على الكيك على طول، بس طبعا بما ان فيها جيلاتين لازم نبقى نقلب على طول، مش عايزين الجيلاتين يجمد على قعر الحلة. بس عايزين نخفض الحرارة علشان لما نحطها فوق موس الشوكولاتة مش عايزينها تسيح موس الشوكولاتة. وأجيب الكيك من التلاجة. وهنحط جزء بسيط فوق. اوكي كده غطينا الكيك بصوص التوت، وبعدين نشيل القالب. ممكن طبعا نحط صوص توت زيادة. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك الشوكولاتة مع التوت الأحمر، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة. أهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيكة الكوسة. ومقادير الكيك 2 كوب سكر، 2 كوب دقيق، 4 بيض، 3 أرباع كوب زيت، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 3 كوب كوسة مبشورة، 2 معلقة صغيرة قرفة، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، و2 معلقة صغيرة بيكنج باودر. الفروستنج هيكون عبارة عن 5 كوب سكر بودرة، 250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، و 400 جرام كريم تشيز. نبتدي بالكيك. هنحط الزيت
والسكر اجيب معلقه ونضربهم شوية مع بعض، وبعدين وهما بيضربوا هنحط البيض والفانيليا. هنحط كل المقادير الجافة مع الدقيق ونلخبطهم مع بعض برضو وهما بيضربوا مع بعض. دلوقتي هنضيف الدقيق مع بقية المكونات الجافة ويدوب هنخلطهم مع بعض لحد ما يمتزجوا، وبعد كده هنضيف لهم الكوسة المبشورة. ما نبشرش الكوسة من بدري قوي علشان ما تنزلش مية، وكمان ما نبشرهاش بالمبشرة بتاعت الكبة لأن دي برضو بتخليها تنزل مية كتير، فأحسن نبشرها بالمبشرة اليدوية علشان تفضل ناشفة، لأن ده بيبوظ مقدار السوائل مع مقدار مكونات الجافة في الكيك بتاعنا. اوكي، هنجيب الصينية اللي هنحطها فيها ونقلب شوية علشان نتأكد ما فيش حاجة لازقة في الجناب ولا في القعر تحت، ونحطها ودي أنا هخبزها في صينية واحدة كبيرة، فبرضو السمك هيبقى كبير حوالي بوصة، وبالتالي هتاخد في الفرن وقت أطول من لما يبقى السمك قليل، وهتدخل في فرن 160 وهتقعد في الفرن حوالي حوالي 30 دقيقة. مرة تانية أحب أفكركم إن المدة
عادة ما بتبقاش بعرض الصينية، يعني صينية بالحجم ده أو صينية بالحجم ده أو صينية بالحجم ده ما بتفرقش، هو سمك الكيكة في الصينية هو اللي بيفرق، يعني قد إيه سمك الكيكة، رفيعة ولا سميكة بالشكل ده، هو ده اللي بيفرق في المدة بتاعت هتقعد قد إيه في الفرن. فندخل دي الفرن، ودلوقتي نبتدي نحضر الفروستنج اللي هنزوق بيه الكيك مع بعض. هنحط الزبدة ولازم الزبدة تبقى بدرجة حرارة الغرفة عشان نعرف نضربها كويس ونخليها زي الكريمة علشان تسهل لنا بعد كده لما نيجي نضرب السكر البودرة معاها. وبعدين نحط الكريم تشيز ونضربها شوية معاها. وبعدين نحط السكر، نجيب معلقة وبكده الفروستنج جاهز ونبتدي نقدر نزوق الكيك مع بعض. ودلوقتي نجيب الكيك الجاهزة ونبتدي نزوقها.
وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيكة الكوسة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.